يا حلوة يا شايلة البلاص. ايوه طيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البير ديتاي بير استثماري، المعروضين حاليا فيه 15 فدان مزروعين قمح، تمام. هم شغالين حاليا بمكنه، تمام، بس هتركب فيما بعد طاقة شمسية. ورقه خالص، عقده وتوكيله جاهز، كل حاجة جاهزة. ونحكم أبو سعيد شوي. ها أبو سعيد، يوم حياتك طابو يا أبو سعيد. على الله، لسه الوقت بدري. ولا بدر ولا حاجة يا راجل. لسه الوقت بدري يا حجي. بيقولوا لي دول 15 فدان. اي. ورقهم خالص ودنيتهم خالصة، بس شغالين على مكنة. شغالين على مكنة والله. يا مرحبا. عاملين شغل عرب. عاملين يا أبو سعيد. لا الحمد لله. أنت رايق؟ والله تمام. ايه عاملين انت؟ انا اي عمل جمعيه بس لسه ما قبضتهاش. لا والله تعرف مش عند الدوافير هناك ذا. يلا نروح عند الدوافير. انت عامل ايه؟ والله انا تمام الحمد لله. ايه عامل انت؟ انا اي لسه هشوف لك انا عامل ايه دلوقتي. المهم ابو سعيد تفضل. ما فيش حد يجي يشرفنا وينورنا هنا وياخذ له 10 15 20 فدان ولا حاجه ابو سعيد؟ والله يا هي ارض قدامك هي موجوده، حتى لو عايز 50 فدان مش عارف. امال ضلت تزرعهم حجازه؟ حشيتهم ولا يا ابو سعيد؟ حشي والله. احنا حشيناهم الاسبوع اللي فات والجو استقعد. ما يخلكش ليه حد حشتل بالمنجل يا ابو سعيد؟ والله عدنا عايزين يجيبوا لنا واحد يحشهم، واخذ بالك يسلى فيهم الدار ده كله عايز يتحش. والله وشويه التلوين دول يا حاج عصام شكلهم ياخذوا الزرع كلي، عايزين برضو واحد يلقطهم في المنقل. دوع ليك في القمح هم حيعملوش ليه؟ والله لو هتدور على عميل كله عايز تعمل كله عايز تدور. والله هتطرح والله. قال له اياه، قال له ابوي في جلسته كانوا ماشيين فيه 30. طيب منهم 20 ما يعرفوش، ما يعرفوش من اللي مات، ما يعرفوش من اللي مات، عشان هذا كان كريم. اهو طارحه. فينو؟ ما في الفول ضربت السقعه حق عصام قوي السنه. لا لا ناجح. والله ضربت السقعه وشويه العليان طاره والقمحات كانت منها، والفول عاوز هوا خالد. الفول عاوز الهوا العلمه. انت بالعكس، انت جبل مداري الهوا ها. بس برضه السقعه. السقعة شديدة. يلا بينا لحد الحج ماهر. الحج ماهر هناك قاعد. بص صلح لك فيها. بص فيها. ايوه ايوه. والجرار ده رايح يتحدى ولا ايه؟ طب في معاد حرارة دلوقتي؟ مركبش حرارة، مركب الصاروخ. مركب الصاروخ تلاقيه راح يعمل براتين ولا حاجة. ايه اخبارك وانتو رايقين؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ الحمد لله. اي اما اعطلها بالتحطيب ولا ايه؟ الجعداع ده موصل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول لك لما جاع زمان وما لقيش أكل فأكل من الجعجاع وشبع يعني، فوصى بيه. يلا يا